باسمى صورها تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبه الذكرى الثامنه والاربعين لتاسيس قوه دفاع البحرين فيما يلي نصها. سيدي صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعدني يا صاحب السمو ان ارفع إلى سموكم الكريم أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى والأربعين على تأسيس قوة دفاع البحرين هذه المؤسسة العريقة التي نفخر جميعا بما حققته من تطور نوعي ملموس في ظل الرعاية السامية والرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وما تناله من دعم سموكم العزيز ومتابعتكم الكريمة التي لها عظيم الإسهام في المستوى الذي وصلت إليه قوة الدفاع مكنها من القيام بواجبها في الدفاع عن سيادة واستقرار وطننا العزيز وتطوره والمشاركة مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة في الدفاع عن الحق واستقرار المنطقة دعينا الله تعالى أن يعيد علينا هذه المناسبة المجيدة ووطننا ينعم بمزيد من التطور والرخاء والأمن والاستقرار وأن يحفظكم دخرا وسندا وأن يديم على سموكم موفور الصحة والعافيه والعمر المديد ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين سيدي ابنكم المخلص سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيه شكر جوابيه الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها. صاحب السمو الملكي الابن العزيز الامير سلمان بن حمد الخليفه حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فلقد كان من دواعي سرورنا ان نطلع على برقيه سموكم الطيبه المهنئه لنا بالذكرى والأربعين لتاسيس قوه دفاع البحرين ويطيب لنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعرب لكم عن شكرنا لمشاعر سموكم النبيلة نحونا واعتزازنا بما توالون بذله من جهود مخلصة لمواصلة الارتقاء بكفاءة وأداء قوة دفاع البحرين مؤكدين مواصلة دعمنا القائم والمعهود لهذا الصرح الوطني الشامخ داعين المولى عز وجل ان يعيد عليكم هذه المناسبه الوطنيه الغاليه وانتم تتمتعون بموفور الصحه والسعاده ويحفظ وطننا الغالي في ظل القياده الحكيمه لصاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس قوة دفاع البحرين فيما يلي نصها سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم أصدق التهاني وأطيب التبركات بمناسبة احتفال وطننا العزيز بالذكرى الثامنة والأربعين على تأسيس قوة دفاع البحرين معربا لسموكم عن بالغ اعتزازنا وتقديرنا لدعمكم الكبير الذي تقدمونه لقوة دفاع البحرين لقد كان لدعم سموكم الكريم وحكومتكم الموقره بالغ الاثر فيما وصلت اليه قوه دفاع البحرين ورجالها المخلصون من مستوى تنظيمي وتسليحي وتدريبي مشرف ساهم بشكل فعال في اداء واجبها الوطني المقدس تجاه هذا الوطن العزيز على اكمل وجه وبكل اخلاص وتفان داعيا الله العلي القدير يعيد هذه المناسبه المجيده على سموكم حفظكم الله ورعاكم وانتم تنعمون بموفور الصحه والسعاده والهناء وطول العمر ويديمكم ذخرا وعزا وسندا وينعم على وطننا مملكه البحرين في ظل القياده الحكيمه لسيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه بالمزيد من الرفعه والعزه والرخاء ودمتم يا صاحب السمو سالمين موفقين المشير ركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد الخليفة وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعى برقية شكر جوابية إلى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة الموقر القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية معاليكم الكريمة المهنئة لنا بالذكرى الثامنة والأربعين على تأسيس قوة دفاع البحرين كما يسعدنا أن نغتنم هذه المناسبة الوطنية العزيزة لنعرب لمعاليكم عن شكرنا وتقديرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا مؤكدين مواصلة دعمنا القائم والمعهود لقوة دفاع البحرين متمنين لمعاليكم ولجميع منتسبي قوة دفاع دوام التوفيق والسداد في أداء واجبكم الوطني النبيل والإسهام في مواصلة وتطوير هذا الصرح العتيد في الرجال والعتاد ولتبقى دوما الحسن الأمين للذود عن وطننا العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وتلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه من معالي المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبه الذكرى السابعه الثامنه والاربعين لتاسيس قوه دفاع البحرين فيما يلي نصها. سيدي صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع لسموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم المخلصين منتسبي قوة دفاع البحرين أسمى آية التهاني وأجمل التبركات مقرونة بأصدق أمنيات الخير بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين على تأسيس قوة دفاع البحرين إن رجالكم المخلصين في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة المجيدة ليعاهدون سموكم حفظكم الله بأن يظل دائما الجند الأوفياء. الاوفياء الموفين بالو... بالوعد الساهرين على امن واستقلال وسياده هذا الوطن العزيز وفق النهج النير الحكيم والتوجيهات السديده المباركه لسيد حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه وابقاه ذخرا وعزا وسندا سائلا الله تعالى ان يعيد على سموكم الكريم هذا هذه المناسبه العزيزه سنين عديده واعواما مديده وانتم يا صاحب السمو تنعمون بمفور الصحه والسعاده وعلى وطن العزيز بالخير والامن والاستقرار ودمتم يا صاحب السمو في رعايه الله سالمين موفقين المشير الركن القائد العام لقوه دفاع البحرين خليفه بن احمد الخليفه وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابيه الى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها معالي الاخ العزيز المشير الركن الشيخ خليفه بن احمد الخليفه حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تلقيت ببالغ الشكر والتقدير برقية معاليكم المهنئه لنا بمناسبه الذكرى والأربعين لتاسيس قوة دفاع البحرين ويطيب لي بهذه المناسبة المجيدة أن أبادلكم وكفة منتسبي قوة الدفاع أخلص التهاني وأصدق التبريكات، شاكرا لمعاليكم جهودكم الطيبة وعملكم المتواصل في تحديث وتطوير قوة الدفاع، مشيدا بمستوى الجاهزية القتالية وبالتضحيات التي قدمتها قوة الدفاع في سبيل الدفاع عن سيادة واستقرار وطننا العزيز وحماية مكتسباته الحضارية والمشاركة مع القوات المسلحة بالدول الشقيقة في الدفاع عن الحق واستقرار المنطقة. داعيا الله المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة العزيزة ووطننا ينعم بمزيد من العزة والرفعة ويمدكم بعونه وتوفيقه لما فيه خير وصالح مملكتنا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لسيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ودمتم بحفظ الله سالمين موفقين اخوكم سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء